السلام عليكم أعزائي المشاهدين، اليوم راح أراويكم شلون نسوي مايونيز بأقل من دقيقتين. وصفة سهلة وبسيطة، وبعد ما تحتاجون تشترون من برا. عندنا بيضتين مغسولة ومنشفة، أنا بالنسبة إلي أمسحها بالمناديل الرطبة اللي بها نسبة كحول بسيطة وبعدين أنشفها. ضروري جدا البيض يكون بتأكدون من عنده نظيف. راح أستعمل البيض كامل، مو بس الصفار. الوصفة الكلاسيكية تتطلب بس الصفار، احنا راح نستخدم البيض كامل. راح نخلي نصف ملعقة كوب ملح ونصف ملعقة كوب ماسترد باودر، يعني خردل باودر، نصف ملعقة كوب ديجان ماسترد، تقدرون تستخدمون ماسترد عادي، شوية خل أبيض وشوية زيت زيتون. تقدرون تستخدمون بدل الخل الأبيض عصير ليمون، أفضل الخل على مود يحفظها فترة أطول. زيت الزيتون اختياري، يعني بس على مود النكهة تقدرون تستغنون عنه. وهذه عندي هنا 500 مل من الزيت، زيت زهرة الشمس. جربت زيت الذرة شوية طلع طعمه مو كلش زين، فزيت زهرة الشمس أفضل. خليت اول شي شوية زيت وابدي اخفق هذه الهاند بلندر اليدوية، الخلاط الكهربائي اليدوي، وابدي شوية شوية اضيف الزيت. راح تشوفوه بالبداية قوامه خفيف، بس كل ما تزيدون الزيت راح يبدي يسخن عندنا، وهسه تشوفون شلون راح يصير كلش سخين. بعدين راح أراويكم ايش قد استخدمت من هذا الزيت. راح تشوفوه خفيف، بس اصبروا شوية عليه، استمروا بإضافة الزيت واستمروا بالخفق. كل ما نضيف زيت ونخفق راح يثخن عندنا. نستمر بالخفق، هذه 500 مل زيت بالضبط استخدمت من عندها 300 مل، يعني البيضتين طلبت 300 مل من الزيت، حتى صار عندي بالقوام اللي راح تشوفوه ثخين وكريمي وطعمه رائع. طبعا تقدرون من تخلصون تتذوقوا، حتى بس تضبطون كمية الملح والحامض. اذا تحتاج اضافة تقدرون تضيفوا له بالاخير وتخفقون، كلش عادي ابد ما يتأثر. انا طلع عندي بهذه المقادير طعمه ممتاز، يا ريت تجربوه، واعتقد بعد ما راح تشترون من برا. واشوفكم ان شاء الله بوصفة جديدة وحلقة جديدة، تابعوني.